بكل الحب هنتكلم عن الحب، وبكل الحب هنناقش كل قضايا الحب، وبكل الحب هنتقابل ولمدة ساعتين في أنا والنجوم وهواك. معكم على الهوى أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم FM. ما أسعد الرجل التافه، فالعقلاء يشقون بحكمتهم. مستمعين أهلا بيكم وحلقة جديدة من أنا والنجوم هواك. حلقتنا النهاردة قد يكون دمها خفيف شوي. النهاردة نتكلم أو حلقتنا بعنوان الدون جوان، دون خوان يعني زي ما هي كانت بتتقال زمان. كل راجل في الدنيا جواه دون جوان صغير، يعني نفسه يبقى هو، يعني ده الوضع طبيعي. ربنا سبحانه وتعالى خلقنا رجالة وخلق الستات، وخلقنا بنحب الستات، ده طبيعي. يعني أي حد غير كده يبقى إنسان شاذ عن القاعدة، طبيعي جدا. ما فيش راجل هتقول له بتحب الستات تقول لك لا ما بحبهمش، إلا لو معقد عنده مشكلة أو عنده والعياذ بالله حاجة مش كويسة. طبيعي إن الإنسان يحب الست، ربنا خلقها مخلوق لطيف رقيق جميل لذيذ، فيها جاذبية مختلفة عن الرجالة، فالرجالة لازم تحبها، سنة الحياة، ده وضع طبيعي جدا. احنا وكل واحد ساعات كده بتجيله حالة ان هو ايه، يعني بيحاول يشوف يحذف نظرة، يستقبل نظرة، يحس ان في حد معجب، يعني حالة بتبقى لطيفة خالص. انما في بعض الرجالة بيتخذوا حالة الدونجوان دي مهنة وظيفة تقريبا، يعني بيحسوا ان هو التارجت الرئيسي عنده في الحياة انه يبقى الراجل الحدق اللي بيوقع الستات، دي شغلته. ما بقولش شغلته يعني الوظيفة بتاعته الفعلية، ولكن هو الصبح بيشتغل في اي حاجة، واثناء عمله الصبح برضو ما هو الراجل الحلو الامور اللي بيوقع الستات، وبالليل التارجت بتاعه يوقع الستات. فتلاقيه في المطلق راجل ملزق، يعني ما انا مش عايز اقول حاجه، انما انا بشوف يا جماعه نماذج في الشارع وفي الدنيا غريبه. يعني مش هقول بقى راجل ابيضاني ملزق، لا، يعني في المطلق في ابيضاني ملزق وفي اسمراني ملزق، بس يعني التلزيق في السمر بيبقى قليل شويه. بتلاقيه راجل ملزق، ملزق ده في نظراته، ملزق في قعدته، ملزق في تسبيلته، ملزق في شعره، ملزق في تحس ان هو عيل مدهنن كده، فلاحي وزلافي، يعني في حالة كده الواحد بيشوفها، والطريقة والحركات والقعدة تحس ان هو ده جاي قناص جاي يبحث عن فريسة. ومع الأسف في ستات بيعجبها الحالة دي، والله العظيم بيصعبوا علي الراجل اللي بالشكل ده والست اللي بيعجبها الراجل بالشكل ده. يعني حالة التلزيق دي ايه يا ابني؟ إيه طب ايه يعني، انت ما بتعملش اي حاجة في الحياة غير كده؟ حياتك انك تشقط دي وتعرف دي وتسب اللي دي، ودي معجبة بيا ودي حدفت عليا، وانا كل دول اعرفهم، وانا بسمع بقى افيهات كده كتير من الناس، يعني وانا كنت مصاحب دي ودي 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 ودي، دي كانت هتموت عليا وانا مرضتش، انا دي على فكرة انا ممكن اوقعها في ثانية، بس انا يعني في ايه يا ابني؟ ام الله يرحمها زمان كانت بتقول لي يا ابني، من عمل الستات تجارته يا خيبته وخسارته. وضع طبيعي، لو انت ما فيش حاجة في دماغك غير انك النهاردة خارج مع دي، بكرة خارج مع دي، بعده مصاحب سبت دي، وفي منهم كتير على فكرة متجوزين، يعني بقى متجوز ومقعد مراته في البيت زي زكيبة، بكل احترام وتقدير يعني، لان هو بيعتبرها زكيبة حاجة ملهاش قيمة، يعني بتأكل وتشرب وتحمي في العيال، وهو برا خاربها جايب اخرها. يا ترى الدونجوان ده اخرته ايه؟ الدونجوان ده نهايته بتكون عاملة ازاي؟ ده سؤال انا بسأله لكم، لان انا مش يعني مش انا اللي هجاوب عليه.
طب يا ترى الدون جوان ده مستفيد؟ يا ترى الدون جوان ده سعيد؟ ولا هو راجل بيبحث عن السعادة في عيون النساء اللي ممكن تعبر له بنظرة إعجاب بيلاقي فيها كيانه نفسه؟ هل الدون جوان ده عنده ثقة في نفسه، ولا الدون جوان ده بيبقى بيبحث عن الثقة؟ هل الدون جوان ده يعتبر راجل؟ ما هو مش أي حد بشنب ودقن يبقى راجل، ولا بشنب يبقى راجل، ولا من غير شنب يبقى راجل. اوكي، لا، هل الدون جوان ده اللي كل همه القميص والبنطلون والعربية والساعة والخروجة والجزمة والسفرية والكلام يعني ده هو ده الراجل؟ مع الأسف بيعجب بعض الستات، وبالأخص يعني ستات التافهة بيعجبها الحالة دي، أو الستات المحرومة بيعجبها الحالة دي. فيعني أنا بقول لحضرتك، لو أنت أعجبتي بالحالة دي عيدي تفكيرك في نفسك، أنت يا تافهة يا محرومة، لأنك ده تافه أساسا. إيه اللي يخليك تعجبي بإنسان تافه إلا لو كنت تافهة؟ أنا آسف، معلش. ولكن الحالة بتبقى عجيبة جدا، بيفضل طول عمره لحد ما يعجز، لحد قبل ما يموت، وهو عايش في حالة التلزيقة دي كده. وتلاقي بقى كلامه دايما عامل فيها شيك قوي يا جماعة، يعني انت عارفين الناس بتحب تعمل شيك، انت عارفة، شفت انت الناس دي، اللي هو لازم يبقى شيك قوي، لازم يبقى مثقف خالص، ولازم يبقى خريج مدارس، ويعني كده، وكلمتين انجليش على كلمتين عربي على كلمتين فرنسي برضو ما يمنعش. انا اسف يا جماعة انا بتكلم بالطريقة دي، بس انا انا حلقتنا النهاردة عن الراجل اللطيف الدون جوان. انا يعني مش ضد الناس دي ولا حاجة، كل حي حر يعمل اللي هو عايزه في حياته، انما اعتقد في الحياة ما هو اجمل بكتير من ان انا ابقى الدون جوان اللي ماشي حياتي كلها بحثا عن النساء. يعني في، يعني يمكن انا اتكلمت زمان عن البني ادم المثقف، ما تقعد معاه تستفيد، تسمع، تلاقي حد، تلاقي ثقل، تلاقي حاجه بتتكلم فيها. وبعدين الدون جوان ده لما تقعد تتكلم معاه بتلاقيه فتايل فته بشكل لا تتخيله، لان هو قاعد طبعا مع مجتمع الدون جوانيه بتوعه دول، سمع النهارده ان الدولار هيطلع، فيجي بالليل وعامل لك حكايه على الدولار، سمع النهارده ان في قرار سمع من قاعده برضه كده فيها، او من واحده صاحبته، يوم داخل وسط القعده عامل الحدوته، لا ودمه خفيف دايما، ودايما صور مع بنات ورايت كده يعني. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يعني بجد الواحد بيشوف انماط من البشر يعني يندى لها الجبين زي ما بيقولوا. عموما احنا بنحذر بس، عشان بنقول، عشان بس ايه، الراجل الحادق اللي بيقع على الستات ده مش حاله لطيفه، والستات لما بتقع ما بتقومش تاني. بس انا بقول لكم عشان دون جوان ده برضو بيطلع نادل في النهايه، يعني وضع طبيعي. تليفوناتنا 3-8-3-5-0-22، والواتساب على 0-155-9-55-1006. وماذا يفيد الحمار اذا حملته بجوالين من الذهب؟ فلن يكون سوى حمار ذو بريق. مستمعينا، لسه بنتكلم في الحب، وحلقتنا النهارده عن الدون جوان، دون خوان يعني. تليفوناتنا 3-8-3-5-0-22، والواتساب على 0-155-9-55-1006. معكم على الهواء أسامة منير وسفيان على 106.10 نجوم اف ام. استكمالا لحالة الدون جوان، ماذا يفيد الحمار إذا حملته بجوالين من الذهب؟ يعني لو لبسته إيه؟ هيكون في النهاية حمار بس بيلمع، يعني ما فيش جديد يعني. ما إنما مع الأسف في بعض الأحيان الحمار بيبقى متخيل، أول ما يلبس بقى أو أول ما يشيل شوالين الذهب دول بيبقى متخيل إن هو حاجة ذو شأن. وبرضو هو ليه عذره، لان هو برضو بيبقى حمار ذو شأن يعني، فبتبقى حاجة مهمة جدا. طيب، ازيك يا استاذ اسامة، انا ندى، وعايز اقول لخطيبي مدحت ان ربنا يخليك ليا يا رب وما يحرمنيش منك ابدا. بجد يا اسامة عمري ما لقيت حد زيه،
حنين قوي عليا وحب اقول له اقول لمدحت حمدي انا بحبك قوي قوي وهفضل احبك لاخر نفس في حياتي، ربنا يجمعني بيك في اقرب وقت، ربنا يحقق لكم كل احلامكم. مساء الخير يا احلى اسامه في الدنيا، انا كالعاده بحب اسمع الحلقات بتاعتك على شاطئ بحيره قارون. طبعا في البدايه سلامي صديقي العزيز احمد عبد الوهاب، وعايزك تقول لاحمد الحداد خلي خليفه يبطل فرق، وتحياتي للفك المفترس في البحر الابيض المتوسط من عبد الله ابو غزال. تحياتي ليك وتحياتي لكل اهل الفيوم الكرام وبحيره قارون. بحيره، لا ده مش فيوم، مش قارون في الفيوم مش كده؟ بحيره قارون، صح. الواحد خلاص بدا يهيس من ازيك يا استاذ اسامه، انا محمد عبد الرحمن، عايز نصيحتك في موضوع الحلقه بالنسبه للرجل الدونجوان. انا ليا صديق على طول بيكلم بنات وهو متجوز، ده انصحه بايه؟ ممكن ده ما يتنصحش على فكره، يعني مهما نصحته هيتخيل انك بتحقد عليه، او هيتخيل انك غيران منه، مش هيتخيل انك انت عايز يعني تلحقه بدل ما يتخرب بيته. وعلى فكره ممكن يتخرب بيته ويكمل زي ما هو، لان هو خلاص ندهته النداهة. ما هو الدونجوان ده يا جماعه ندهان نداهة، ندهته اي ست يشوف دي الفستان تلاقي لعابه سال على طول، هو ما بيفكرش ويعمل فيها ان هو تكول يعني، بس هو كده خلاص هارد لك يعني. تكرار المواقف جعلني بلا ردات فعل من هاجر محمود. الدونجوان ده اخرته بتبقى منيله بنيله اكيد من هبه عبد الله. والله غاده البنا بتقولي الحمار هيفضل حمار لحد ما يموت. والله يا غاده، يا ريت يا اسامه تعمل الحلقه الجايه تكون عن الفتنه بين الناس، لاني اكتشفت اتنين من اصحاب ابويا الله يرحمه كانوا فتانين وبيروحوا يقولوا كل حاجه، وابويا ما كانش يعرف انهم فتانين وكان على نياته. الساعة هتعمل ايه؟ ده في ناس غاوية، ده في ناس بتخترع كلام تقوله. من احمد ابو بكر جعفر. صباح الورد عليك يا بروفيسور الحب في الحياة، ان لم تتعلم من الضربة الاولى فانت تستحق الثانية. لا 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 لا، ده الثانية والثالثة والرابعة والخامسة وكل الضربات يا معلم. الرسالة من سامح نصر. صباح الخير والسعادة على المحترم بزيادة صديقي الجميل اسامة منير. عايز أقول إياك أن تمدح الوجوه قبل أن تعاشر القلوب، لأن دائما الغلاف الخارجي لا يشبه المضمون. والخالص تحياتي إمضاء الشيخ محمد أبو راشد العرباوي. حلوان، تحياتي حمادة. صباحك ورد وياسمين يا ملك الحب، لا تقتل جمال يومك بأفكار الأمس، ثق بأن لكل يوم أشياء جميلة، كن في اللحظة دائما. عاوز تقول الرسالة دي لأنوشة علشان هي دايما بتفكر في الماضي وناسية المستقبل ومتدمرة حياتها بالتفكير، اديها شوية كلام من عندك تخليها ترجع لحياتها، هي مكسورة جدا جدا. من محمد أشرف الأقصر. والله يا أنوشة أنا كاتب كلمة عن الماضي برضو، ولكن اللي أقولها لك يعني جملة كده هتيجي في الحلقة. اللي أنا عايز أقوله لك إن الماضي مضى خلاص، فعل ماضي راح، مهما فكرنا فيه مهما عملنا مش نعرف نرجع منه حاجة، خلاص ماضي خلصت. إنما الحاضر اللي احنا عايشينه ده بتاعنا، المستقبل بتاع ربنا سبحانه وتعالى، فاحنا بنأمل في المستقبل تبقى أيامنا حلوة وبنحاول نسعد في الحاضر. إنما الماضي خلاص راح، مش بس أفكر فيه، لا ده أنا لا أفكر فيه ولا أزعل عليه ولا لوم نفسي ولا اجلد نفسي على كل اللي حصل. كلنا بنغلط وكلنا بنمر خلاص خلص الموضوع خلص. المسج كانت من محمد اشرف. صباح الخير يا استاذ اسامه، عايز ابعت سلامي للدكتور اشرف شعلان، هو متواجد حاليا في السعوديه، واقول له ربنا يكتب لك كل الخير والنجاح والسعاده ويرجعك لاسرتك وحبايبك بالسلامه. تحياتي لك يا اسامه مصطفى من المنصوره. أبو معاذ سامي، مساء الفل يا أس، مساء الفل أبو معاذ يا جميل. طيب خلونا نستقبل بقى أول اتصال تليفوني ونقول ألو. ألو. أيوه. إزي حضرتك؟ الحمد لله تمام، إزيك؟ الحمد
الحمد لله، بحب حضرتك جدا. ربنا يخليكي، ميرسي ميرسي، ده من محبتك الحلوه. طب اتعرف بيكي؟ نشوة. افندم؟ نشوة. ازيك يا نشوة؟ نشوة كام سنة؟ 24. عمرك تعاملتي مع دون جوان يا نشوة؟ شاب دون جوان من العيال اللي هي مقطع السمكة وديلها دي؟ لا. طب حلو، ده ربنا بيحبك. طب انت عندك مشكلة اكيد، عايزة تقولي يعني تحت امرك، تفضلي. حضرتك انا كنت متجوزة وانفصل ومعايا بنت من جوزي الاولاني، ودلوقتي انا يعني حاليا متجوزة بقالي سنة وكام شهر، بس انا مش مرتاحة مع جوزي التاني ده، يعني مش حاسة براحة. جيت بنت رفضت لما تقدم لي، بس جه اهلي، كنت يعني اتجوزت ومحصلش نصيب بعدها بكام شهر، جه اهلي قالوا لي ما ينفعش الناس يتكلموا في قاعده وكلام ده. يعني هو ده تاني جوازه بالنسبه لك اللي انت معاه دلوقتي؟ اللي حاليا هم اهلك قالوا لك عشان الشكل والحدوته والحكايه لا لازم تتجوزي ما تقعديش كده؟ ايوه. فاتجوزتيه ومش مستريحه معاه؟ فاتجوزته اللي هو مش مستريحه برضه يعني. وخلفتي منه؟ لا ما خلفتيش منه. ما هو ما فيش يعني، ما انا عايزه، احنا كشفنا كتير، فبسبب مواضيع الخلفه وكده فهو سبب اساسي بينه وبينه في المشاكل على طول. و سبب المشاكل ان هو عايز يخلف ولا هو ما بيخلفش؟ هو في عنده مشكله، هو عنده مشكله وما بيخلفش او بيتعالج منها، بس هو الدكتور قال انت عندك امل، مش عايزك انت تيأس او كده، فما تستعجلش. هو بقى ما عندوش صبر، فطبعا كل شهر لانه هو اللي لنا خناقه، ومشكلته بقى ان هو على طول عصبي، بيقول لي كلام في وقت غضب كده بيتعلم جدا. ثانيه واحده ثانيه واحده، يتخانق معاكي ليه اذا كان المشكله عنده هو مش عندك انت؟ ما هي دي المشكله بالنسبه لي، دي برضه حاجه يعني. انت ازاي؟ انا قلت له انت بتتخانق، طب انا ذنب ايه؟ قلت له كده، انا مش ذنب حاجه، انت ما تلومش عليا، انت مش بتعمل زي ما الدكتور ما بيقول لك، امشي بانتظام عشان ربنا يرضي. انا بقول له كده، هو بيزعل من كلامي. هو طبعا يعني اللي مصبر على اهله يعني اهله كويسين معايا، مش شايف منهم حاجه وحشه. طب هو وحش في ايه تاني غير الحته دي؟ يعني يمكن هو لو خلف الامور تتظبط. ان هو عصبي، ممكن اي حاجه ممكن يقوم يضربني. ضربك؟ يزعل عليا. بيضربك جامد يعني ولا يزقك مثلا؟ مش ضرب اللي هو جامد قوي، بس اللي هو ضرب يعني مثلا ممكن يقوم زقني، لا تشتكي الالم مره، كلام اللي هو يعني مش ضرب اللي بالك فيه يعني. ما هو الالم ده ضرب حضرتك. ماشي، بس ما هو برضه ديت نقطه، انا جيت زعلت منه ورحت عند اهلي، وانت ما كنتش عايزه ارجع، بس يعني اللي هو يعني هتبقى يعني المره الثانيه ليا. وانا يعني وانا وابويا قال لي انت لسه ولا رحت ولا جيت، عشان انت عندك كام سنه انت عشان تكوني متطلقه مرتين؟ طيب خليني اسالك، انت اتطلقتي ليه المره الاولانيه؟ بسبب مشاكل الاولاني، ما كنت يعني برضه بسبب مشاكل الحوار، كان تليفونات وطلع يعني ما شخص مش كويس اللي هو شكاك، واكتشفت ان هو كان حاطط لي تسجيلات في الشقه وكده، يعني موضوع كبير. يعني فجيت بقى يعني ان انا بحس ان انا مش قادر ان انا اديله حقه، جدا يقول لي انت وانت في دماغك حد، انت بعد عني ليه، انت بس دي حاجه غصب عني، انا ما فيش في حياتي حد ولا يعني ولا شغل دماغي حد. قولي له انا ما فيش مخلوق في الدنيا في حياتي غيرك. قلت له كده، بس بيقول لي طب هو بس مش باين عليك. اقول له مش قادره، اقول له ان انا مش قادره ان انا اعمل كده معاك او ان انا اكون معاك. نفسي مش مرتاحه، مش عارفه ان انا اتعامل لحد دلوقتي. يعني انت بقالك قد ايه متجوزه دلوقتي؟ السنه ونص دي. وفي خلال السنه ونص دي كلها كل ما بيحاول يقرب منك انت بتبقي برضو مش مستريحه، مفيش رضا يعني؟ يعني بصراحه بقى يعني حتى احس كده بقول يعني ما بتبقيش مبسوطه. وساعات بفرح ان انا مثلا لسه وبرجع بقول يعني انا لما بيدم يعني زعق لي او مشاكل، بقعد اقول يا رب راضيني علشان انا ايه، يعني ان انا برضه راضيه. انت بتفرحي لما بيزعق لك عشان تحسي ان هو بيخلص حقه عشان انت مش بتراضيه؟ مش حته
كده اللي هو اللي مثلا يعني لما جه قعد يقول لي انا عايزه انا عاوز اني اخلف باي طريقه انا ممكن اعمل لك عمليه والكلام ده. عمليه ليه يا بنت الناس؟ ما انت مخلفه مرتين. لا هي مره مخلفه ولا مره؟ وانا قلت له هو مش الدكتور كشف عليكي وقال لك انت ما فيكيش مشكله؟ ايوه ما هي ما هي دي السبب الاساسي. بيقعد يقول لي هي بتبقى صعبه عند الراجل. قلت له انا فاهمك وحاطه نفسي مكانك. وانا على فكره انت لو كنت مكاني او انا كنت مكانك انا كنت هزعل زيك. انا بقول له طب انا اعملها. لا ما تفتحيش بقى في الكلام ده لان الكلام ده انت بتدوسي على الجرح. مهما حتى لو حبيتي تطيبي في خاطره ده مش هيطيب خاطره. طب ما انا بقول له كده بناء ان هو يهدى من ناحيه. ما هو عشان يهدى ما تقوليش كده، قولي له كل شيء باذن ربنا وربنا لما بيأذن كل حاجه هتبقى كويسه، بس يعني انت اهدى وخلي الامور تمشي بالراحه كده وكل حاجه هتبقى كويسه. انما انا لو مكانك كنت زعلت اكنك بتعايريه. ما انا هعمل ايه يا استاذ اسامه؟ ما انا بقول لك اهو تعملي ايه؟ تقولي له باذن ربنا وكل حاجه باذن ربنا واحنا نقول يا رب وربنا يبعت لنا الخير ودي ارزاق من عند ربنا وهو خلافه وخلاص وانا معاك ومش هسيبك وانا بحبك وانت جوزي وانت كل حاجه في الدنيا. تطمنيه كده. انت فاهماني؟ حتى لو انا مش حاسه بالكلام اللي انا اقوله. ما هو انت هتطلقي؟ مش عارفه، ما هي دي المشكله. انا مش مرتاحه وفي نفس الوقت خايفه اتطلق. انت مش مرتاحه عشان مليانه مشاكل الدنيا، انما في اول اسبوعين ثلاثه شهر من جوازكم كنت مش مرتاحه؟ اللي هو كنت عادي برضه يعني كنت بقى. عشان مش متجوزاه عن حب. اه بس انت النهارده يعني ما كانش عندك الامكانيه انك تخرجي وتشوفي وتقابلي وتحبي. انت ست مطلقه وصغيره في السن وساكنه في منطقه لا تسمح لك انك تروحي وتيجي، ولا انت من بتوع النوادي ولا بتوع الكافيهات ولا بتوع الكلام ده. ايوه فما كانش في مجال انك تحبي، وكان ممكن تحبي حد ويطلع ندل اساسا كل اللي عايزه منك علاقه عشان انت بنت مطلقه ويوقعك اللي بنتكلم فيه النهارده الدون جوان ده اللي بيوقع الستات. انما جالك واحد الحدوته بس في الرضا النهارده. شوفي فيه ايه كويس الانسان اللي انت مرتبطه بيه ده؟ ما فيهوش ولا حاجه كويسه؟ لا هو في حاجات حلوه بس لا يعني بس الوحش اللي فيه اكتر برضه. لحد ما جيت في مره اشتكيت لاهله ولحد يعني والدته قالت لي هو مش هيهدى من يمتك غير لما ربنا يرضيه. ايوه ذنب ايه؟ هو واخدني بذنب الحاجه دي اللي هو مش واخدك بذنب ولا حاجه. هو انسان والانسان ده اتحط في ازمه والازمه دي مأثره على نفسيته ومحسساه بضعفه كراجل وبتحسسته ان حلمه بيضيع ودنيته كلها بتبوظ حواليه. فردود افعاله يمكن هو علمه ايه؟ هو متعلم ايه؟ جوزك معاه ابتدائيه اعداديه ثانويه؟ لا هو متعلم وبيشتغل كويس كل حاجه يعني. بس برضو الثقافه بتاعتنا احنا بالاخص لما نكون في يعني ناس شعبيين شويه بتبقى الموضوع مزعج جدا لما ما بيخلفش، بيبقى متضايق. يعني في ناس بتتكسر وفي ناس بتعبر عن الكسره بتاعتها دي بثوره، بتصور على الكسره. فجوزك مع الاسف ساير على الوضع ده وما بيلاقيش حد يفش همه فيه غيرك انت في وشه. فالمرضيه هتبقى مش بطريقه لا وعادي وانا لو كنت اتحطيت في الموقف بتاعك ده كنت برضه هتضايق، انت كده بتدوسي له على التعوير. لا احنا نسلم امرنا لربنا وربنا سبحانه وتعالى كريم ونقول يا رب وربنا يكرمنا ونهدى كده وكل حاجه هتحصل بالذوق وباللطافه وانت بس ايه ما فيش مشكلة. هو يعني خد الأدوية بتاعتك وامشي على النظام اللي قاله الدكتور وبإذن الله ربنا هيكرمنا، واضحكي وهزري في وشه الدنيا تفك. ليكي حق جدا تتضايقي وتبقي قاعدة مش طايقاه طول ما هو قافل وشه في خلقتك، إنما ما ينفعش نهد الدنيا. حتى لو عايزة تتطلقي ندي الفرصة شوية، ما يبقاش لسه سنة ونص واتطلقت، ده أنت تبقى ما بيعشلكيش راجل. احنا برضو في مجتمعات شرقية والمجتمعات الشرقية دي مليانة ناس بتلسن، مليانة أسر بتدردش، مليانة ستات بتقعد قعدات مصاطب وترغي وشفت البت حصل لها ايه وشفت ده عمل. فبرضو حتى لو هنطلق مش دلوقتي، ندي فرصة. وكمان قبل اي حاجة لازم نقول يا رب عشان ربنا هو اللي قادر يفكلك كل ده والهم ده يتزاح وربنا يكرمكم والحياة كلها تتظبط.
حاول ألا تنخدع بوجوه الناس وألسنتهم، فخلف كل وجه ألف وألف وألف وجه، وخلف كل لسان عقل يطوعه. لسه بنتكلم في الحب وحلقتنا النهاردة عن الراجل الدنجوان، الراجل الحدق اللي بيوقع الستات. تليفوناتنا 3-8-3-5-0-22 والواتساب على 0-155-955-1006. معكم على هواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم اف ام. أحلى صباح عليك يا أسامة، أنا محمد فايز أبو عمر ومبسوط بالحلقة جدا جدا، وعايز أوجه رسالة من خلالك لواحد صاحبي إنه يخلي باله من بيته وعياله، علشان اللي بيعمله ده هيخرب بيته، وعايش الدور قوي مع الستات وعامل فيها دونجوان، وأنا عارف إنه بيسمعك دلوقتي، أرجوك تنصحه وشكرا ليك. ما أنا قلتها، من عمل ستات تجارته يخسرته، يعني هيستفيد إيه من الجري ورا الستات؟ يعني ما أنت عندك واحدة ست في البيت، طيب ما تبص للي في البيت بدل ما يجي دنجوان تاني يبص لها. يعني يا عم النجم، ما انت برضه لما تهمل اللي في البيت دي وتلاقي جوزها ده بيلعب بديله وبيخونه ومقفوش وحكايات وروايات وبتاع، ويجي واحد يطبطب عليها ويقوم مساح لها القصه منزلها على قرطه ويلمع لها عينيه وينفخ لها عضلاته ويقول لها اصل انت الحب والحنان وانت صعبانه عليا، هتقوم جايه على وشها عشان انت مقصر يا مقصر، مش كده ولا ايه؟ اه والله فعلا في ناس عندها الخداع فن. من هند يونس: قد يكون لنا في قلوب البعض ركن، وقد يكون لنا غرفة، وقد يكون لنا بيتا كاملا، هكذا هم الناس درجات في قلوب الآخرين. العين تنظر وترى الجميع، أما القلب فلا يرى إلا من يحبه وهو أصدق الناظرين. من دودي منير: السلام عليكم يا أستاذ أسامة، النهاردة هتنهاردة عجباني خالص، الله ينور عليك. معايا واحد صاحبي اسمه نقط، مش هقول اسمه معلش علشان إيه ما نشرطش للناس. بيته فعلا خرب بسبب الموضوع ده، والستات انشرها بالله عليك وقول له ربنا يهديك يا فلان. وعلى فكرة هو قاعد جنبي دلوقتي وبيسمعك وبيحبك، ومراته برضو بتسمعك، بالله عليك تنصحه وتنصح مراته يمكن يرجعوا لبعض. بالله عليك قول له ربنا يهديك. انا لو هنصحه هقول له ايه؟ ما انت قلت ربنا يهديك، ما انت هتستفيد ايه؟ هتستفيد ايه من كتر الستات اللي حواليك؟ طيب تعال نقول الكل بقى مدى الخساره ومدى الاستفاده. مدى الاستفادة متعة وقتية وبتنتهي بزوال المؤثر. يعني ايه؟ يعني انت كنت تعرف واحدة دلوقتي او قاعد مع واحدة دلوقتي، هي دي المؤثر، اول ما بتمشي خلاص المتعة انتهت، اوكي خلصت. حالة الرضا وحالة السعادة وحالة ان انت تحس انك مطلوب وواد جن مقطع الدور، خلاص خلصت، شكرا، هتدور على واحدة غيرها. طيب كل واحدة انت بتمر معاها بتجربة، انت بتشيل ذنب قدام ربنا سبحانه وتعالى، مش ذنبك بس، ذنبك وذنبها وذنب مراتك وذنب عيالك وذنب الدنيا كلها. فانت بتلبس نفسك في سبيل ان انا يعني انا بحب كده، مش عارف. وفي اللي يقول لنفسه ايه اصل مراتي مش برضو يعني اخي مش عايزة برضو، فانا سيبوني بقى اعيش. لا تعيش ايه؟ طب ما تظبط اللي عندك. هديك مثل بسيط جدا، لما يكون عندك عربية ملاكي فخمة جدا وحلوة وخباك وبدأت تعمل شوية أعطال، تركنها التراب يتكوم عليها والعنكبوت يعشش عليها، وتقعد انت تتنطط من تاكسي الموتوسيكل التوك توك، طب ما تصلح عربيتك الحلوة الفخمة الجميلة النظيفة الطهرة، واظبط فيها شوية المسائل وعيش مبسوط يا أخي، عيش محترم، متصان في عربيتك، ولا تسيب عربيتك واقفة في الشارع أي كلب يعدي يعمل عليها تواليت، أي واحد عايز ياكل سندوتش يسند عليها، أي واحد عايز يكتب عليها إعلان ومرش عليها دوكو، في إيه يا معلم؟ يعني برضو ما دي برضو مراتك، ما هو الواحد برضو يتكلم بالعقل.
يا لهوي يا هاجر، انت بعتيني بعته في المسج دي. بتقول على فكرة البيتزا، الشاورما، المكرونة، البشاميل، الكشري، الكريب، عصير القصب طعمهم أحلى من الحب. تخيلي بقى كل دول بتاكليهم أو بتشربيهم بحب، يبقى استحالة يكون طعمهم أحلى من الحب. يبحث عن رضا الناس من لا يرضى عن نفسه. حلو قوي يا هبة، يعني اللي مش راضي عن نفسه بيدور على رضا الناس، وبيدور في عيون الناس على اللي يديله رضا عن نفسه. صباح الجمال، لا تعلم كيف ضاعت أجمل سنين أعمارنا، ولكن نعرف إنها رحلت ولن تعود. من محمد أشرف. البلد دي عمرها ما هتشوف الخير طالما بتسمي اللي بيكبر بخاطر الستات دون جوان. حبيبي يا ابو معاز. انا احب بقى كده الردود اللي هي بتحسس ان انا ايه، يلا فارس لفارس. يعني يا معلم، ربنا يكبر بخاطرك يا ابو معاز، يعني وتكبر بخاطر كل الستات. انت هتمشي تكبر بخاطر الستات كلها ابو معاز؟ طيب ما تنزل المعاشات، انزل اي مكتب من مكاتب التأمينات الاجتماعية اللي فيها ستات الكبار العواجيز اللي بيصرفوا معاشاتهم، واكبر بخاطرهم. سند الحاجة، وقف لها تاكس، وقعد الحاجة دي، ما الستات برضو، جيب لها كرسي كده كده، انت هتكبر بخواطر الستات برضو. يا انا عالضحك. ما بيقول لك برضو ما اجمل انت هواك امرأة عارفة انك دون جوان. ما المشكلة ان الستات بيعجبها الراجل بتاع الستات، بيحبوا الراجل التوكسيك، يعني الراجل اللي هو السام ده. شيماء عاطف بتقولي فعلا المظاهر خداعة. الانتصار الحقيقي ان لما سيرتك تتذكر وسط قاعدة تلاقي الناس بتقول انك شخص محترم وكويس وعمرك ما تأخرت على حد، وكل واحد مهم منهم يحكي عنك موقف شخصي عاشوا معاك، يبين قد ايه انك انسان لطيف وشخص ويعتمد عليك. من قلبي بتمنى اني ابقى من الناس دي، ودايما سيرتي تيجي بالخير. وليد ابو زيد. بص يا وليد، اعمل اللي يريح ضميرك، وما تفكرش سيرتك هتيجي بالخير ولا بالشر، لان في ناس غيارة وقلوبها وحشة هتعمل كل الخير معهم وسيرتك هتيجي برضو بالشر، وفي ناس بتقدر هتقول وليد ده ابن حلال، وليد ده رجولة، وليد ده انسان محترم. فما تقعدش تفكر الناس هتقول عليك ايه، اعمل اللي يرضي ضميرك ويرضي ربنا، وبص لقدام وكمل طريقك. منور يا عالمي، وحشني كتير، يا ريت عايزك تقول لسمر انها اغلى حاجة في حياتي. من ابو مصطفى. حبيبي يا مصطفى، يا رب تكون سامعة المسج. خلونا بقى نستقبل. استنى، ام عمر عبود بتقول اسامة هو في ستات دون جوانا؟ ما يبقاش دون جوانا بقى. في ستات غاوية، في كل حاجة في الدنيا على فكرة، في ستات غاوية انها تلفت انظار الرجالة وتشوف اعجاب الرجالة بيها، وده يقول لها كلام حلو، ده يحاول يخدمها، وده حاول يساعدها عشان هي حاسة بقيمتها وحاسة بنفسها، ودول بيقعوا على جدور رقبتهم وبياخدوا يعني خوازيق لا حصر لها. ففي برضو ستات مع الأسف كده. خلونا نسأل اتصال تليفوني ونقول ألو. ألو. أيوة. مساء الخير. مساء النور، ازيك؟ تمام الحمد لله. أتعرف بيكي؟ عشق. عشق؟ أه. إيه الجمال ده؟ لا بالزم. أنا كده مبسوطة قوي. ربنا يخليكي. البنات حضرتك. ربنا يخليكي، واسمك جميل قوي يا عشق. ده اسمك بجد ولا انت اللي يعني بتقولي كده؟ لا ده اسمي والله. والله ده ابوكي ده كان صاحب مزاج قوي لما يسمي بنته عشق. يعني عشق كام سنه؟ انا 27 سنه. مرتبطه عشق؟ طبعا. ليه طبعا يعني؟
ليه طبعا هو يعتبر موضوع الحلقه بصراحه جاي على الجرح يعني. بس اه طبعا ما حسساني ان انت مثلا يعني انا قاعد بتكلم مع بروك شيلز فتقول لي اه طبعا مرتبطه. اي يعني مرتبطه بحد وبحبه لدرجه يعني في درجه اعلى من الجنون هنسميها. بس طيب يلا شكلك كده هتيجي على وشك معاه وهتقعي وقعه سودا وانا هلحق. وقعت الحمد لله بس رجعت. طيب احكي لي بقى الحكايه. والله انا اتعرفت عليه من 3 سنين وارتبطنا سنتين مرتبطين واتجوزنا سنه. انا طبعا هو يعني ما كان شايل شويه اللي هو كل شويه يعرف بنت. انا اقول لك ان كل 3 ايام كان بيعرف بنت شكل. اه هو جوزك حاليا؟ اه طبعا اول ما يعرف البنت من دولت يعمل لي بلوك حتى ما يسيبها يرجع يفكني البلوك ويجي البيت تاني عادي خالص. كل ما عملت حاجه يعني يعمل لك بلوك على التليفون؟ على كل حاجه، على تليفون واتساب وكل حاجه. بيعمل لك الحلقه اصلا وهيزعل مني. استني بس استني فهميني يا عيش في عرض النبي عشان افهم. بيعمل لك يعني هو خرج النهارده الصبح عرف واحده بيعمل لك بلوك بقى يجي مثلا يتلككني على كلمه، يتلككني على غلطه، يتلككني مثلا على اي حاجه عشان يتخانق معايا، يقوم عامل لي بلوك 3 4 ايام يزهق من البنت الجديده يقوم راجع تبع لمراته اللي هي فاتحه البيت بقى وهي الاساس. يعني ويقوم مقموس وخارج مقموس وراجع مقموس بس عامل لك بلوك عشان ما تعرفيش بقى لا تكلميه ولا توصلي له ولا تبصي على الفيسبوك بتاعه راح فين ولا عمل ايه كده بالظبط كده. طب وبعدين عايشة؟ والله يا اسامه انا يعني كل مره كنت بغفر له ده وبسامحه لان انا بحبه، فعشان انا بحبه فمش قادره ان انا اسيب منه او مش قادره ان انا اخد موقف او ان انا اسيبه. اني فعلا حاولت كتير ان انا ابعد عنه واسيبه بس فعلا ما قدرتش، مش قادره مش قادره. طيب ما نحاول نصلح الامور بدل ما نبعد. والله يا شبه الامور اتصلحت دلوقتي بس للاسف اتصلحت بعد ما كل واحد بقى فينا في مكان. يعني ايه كل واحد بقى في مكان؟ يعني انت انفصلتوا في مكان؟ لا احنا ما انفصلناش، هو يعتبر هو انفصلنا قبل ما يسافر بشهرين. قبل ما يسافر كده باسبوع صالحني وسافر. هو بيشتغل خارج القاهره ولا خارج مصر؟ لا هو خارج القاهره. خارج القاهره. طب بيسافر يقعد قد ايه؟ والله المرات السفرية مطولة شوية يعني، هو بقاله 3 شهور اهو، فربنا يسهل ويجي قريب ان شاء الله. يعني المفروض ان احنا مستنيين شهر تقريبا او اقل هو يجي بالسلامة وكده. بس هو انت شايفة ان الامور تمام ومفيش مشاكل وكل حاجة كويسة؟ هي الامور تمام لان هو معهوش تليفون، فانا واثقة قوي ان الامور تمام التمام يعني. وليه معهوش تليفون؟ مين قال لك ان معهوش تليفون؟ لا دي والله يا سامة انا واثقة ان هو معهوش تليفون فعلا. واثقة ان هو معهوش تليفون فعلا. طيب على الله بس يرجع بالسلامة بإذن الله وياخد تليفونه. والله أتمنى، هو على فكرة سمعنا دلوقتي أتمنى من كل قلبي فعلا إن السفرية دي تكون غيرته وهتغيره للأحسن ويرجع أحسن مما كان عليه. وأنا يعني عن نفسي أنا بوعده قدامك وقدام ناس كتير قوي سامعينا إن أنا عمري ما هتخلى عنه وعمري ما هسيبه لأن ده عشق عمري حبيبي. فلو هو زعلان مني يا ريت ما يزعلش. زعلان منك ايه بقى؟ يعني المفروض ده انت مسامحاه ومظبطه الدنيا وكده. عموما اتمنى ان ربنا يهديه. ربنا يهديه وربنا يهدي البيت ويبارك البيت، وربنا ما بيباركش في البيوت اللي فيها ملعنه. البيوت اللي فيها عك. فعلشان ربنا يبارك لنا في بيتنا واولادنا ورزقنا وصحتنا ودنيتنا ويكتب لنا الخير، ما ندخلش الشيطان يلعب في دماغنا وما ندخلش الشيطان يسكن معنا في البيت وما نولعش الدنيا. احنا نستهدى بالله كده ونوحد الله كده ونقول يا رب توكلنا عليك بارك البيت. هيبارك طول ما انا ماشي عدل وبتقي ربنا. كلما تضيق بك الدنيا تذكر انك في يوم من الايام أحببت عنزة وكنت أنت ذلك الجدي المتيم. متابعينا لسه بنتكلم في الحب وحلقة النهاردة عن الدونجوان. تليفوناتنا 3-8-35-022 والواتساب على 0-155-955-1006. معكم على الهواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم أفهم.
الجمله دي بتفكرني بفيلم همام في امستردام، نجم محمد هنيدي لما كان قاعد مع البنوته الحلوه اللي تعرف عليها فلان ده، وقال لها يا ده انا كنت بحب صندل في مصر. الواحد وهو صغير صحيح بيعمل حاجات عجيبه، كلما تضيق بك الدنيا تذكر انك في يوم من الايام احببت عنزه وكنت انت ذلك الجدي المتيم. يا خبر ابيض. طيب مساء الفل والسعاده يا دكتور اسامه، حابب اقول لحبيبه قلبي بحبك قوي وكل سنه وانت طيبه يا نور عيني، وربنا يخليكي ليا وما يحرمنيش منك ابدا. كيرو عياد. العتاب محبه ولكن كثرته مذله، علشان كده انا ضد انك تعاتب الشخص على نفس الحاجه اكتر من مره، علشان ما فيش حد ما بياخدش باله طول الوقت، اكيد واخدين بالهم وعارفين يعملوا ايه، وبما ان زعلك مش مهم عندهم وبيكبروا الحاجه اللي بتضايقك او بيكرروا الحاجه اللي بتضايقك، وزي ما العتاب محبه للي قدامك الانسحاب برضو بتعز بيه نفسك. من راني رنوش. عنزة وجدي يلا ينفع نضحي بيهم في العيد. محمد ابو رشد. يغفر المرء لاحبائه بصعوبه اكثر مما يغفر لاعدائه. من هبه عبد الله. احلى صباح في الدنيا عليك يا اسامه، احنا متابعينك وبنستمتع بالحلقه ومبسوطين جدا، ومسيلي على الرجاله دي كابتن مدحت، علي جلال، هاني شاكر، محمد عبد الرحمن، محمود، ابو ليالي، وفيزو. يا رب تكون واصله لهم الرساله. مساء الخير يا اسامه المحترم، عاوز اقول لك ان مش شرط الدونجوان يكون حلوه وملون، ممكن يكون بكرش بس معاه فلوس وفرحان بكرشه. ندى. بصي، معاه فلوس ممكن، انما فرحان بكرشه ازاي؟ وفي حد فرحان بكرشه؟ مفيش حد بيفرح بكرشه يا ندى. ده الكرش ده ازمه ثلاث ارباع الرجاله. يعني لا، هو ممكن يكون مش فارق معاه كرشه، حاسس ان فلوسه بتعوض كرشه. ما هو يعني مش عارف، اصل حدوته على فكره الدونجوان ده مش في المطلق بيبقى هو الواد البادي بيلدينج العضلات وبتاع خالص، دول ما بيبقوش الدونجوانات قوي يعني. الدونجوان ده بيبقى سوري في الكلمه يعني عايز اقولها، هو فاكر ان هو يعني هو برياله اساسا يعني، هو واحد بيريل على الستات، فيعني حاجه مش لطيفه ابدا يعني. يلا ما علينا. دودي منير بتقول لي ايوه هيضحوا ببعض في العيد، هم فعلا هيضحوا ببعض في العيد. عندما تبالغ بالاهتمام بشخص في حياتنا نفقد قيمتنا في حياته. من لولو توفيق. يا رب احسن الواحدة تعبت والله. من زهرة. ما بحبش البوستات من النوع ده يا أسامة، مراعاة لشعور البعض، يعني ان البست ايه، ان البست نوع من انواع التهزيق. ابو معاذ. يا عم لا يا عم انت يا ابو معاذ، بس انت النهارده برضو يعني كويس الحمد لله. بوست جديد يا اسامه كده، العنزه والجدي هيزعلوا من هند يونس. ايمان حافظ زكي بتقول حلوه. رغده محمد بتقول لي ضحكتك حلوه، ربنا يخليك يا رغده، ميرسي ليكي خالص. ظهرت بنفسي بتقول تشبيه عجبني. الله والله يا جماعه انا مبسوط. الواحد كان بيعدي عليه ايام بيفتكر ان معاه واحده ملكه الكون، ولكن وقت الجيش عرفني كل حاجة، وإن الحمد لله دلوقتي معايا الأحسن منها اللي ما كانش يجي في بالي إني أحبها وتحبني. تحياتي. من محمد خالد أبو زين. والرشدي بيقول صح. محمد خالد أبو زين بيقول فلسطين عربية. فلسطين عربية معلم، محدش يقدر ينكر حاجة زي كده. حرية يونس بتقول لي يا حبيب الملايين، حبيبتي يا حرية ربنا يخليكي. خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو. الو. ايوه مساء. كيفك؟ اهلا بيكي، ازيك؟ والله الحمد لله. اتعرف بيكي؟ ريما. ريما بتكلمينا منين، من مصر ولا من خارج مصر؟ لا هو انا الحين في مصر يعني. زياره. اهلا بيكي.
انت جن... انا صار لي يعني ما ادري كم سنه، لكن من ثالث متوسط تقريبا وانا اتابعك، وصار لي كثير احاول اتواصل معك. يعني انا الحين نسيت اني بدي احكي في مشكله اساسا. يا حبيبتي ربنا يخليك، ربنا يخليك يا ريم. انت سعوديه يا ريم؟ ايه. من اللهجه عرفتها. طيب عندك كم سنه؟ 28. مرتبطه؟ ايه متزوجه. متجوزه؟ متجوزه سعودي ولا متجوزه مصري؟ لا مصري. متجوزه مصري. إيه. طيب عندك اولاد؟ لا لا. طيب احكي لي ايه المشكله يا ريم. والله انا مشكلتي للاسف انه انا انسانه حساسه. يعني زيادة عن اللزوم يمكن، أو مثلا بحسبها بالمنطق أكثر من يعني أكثر من من كذا، يعني أي كلام وكذا. عذرني بس أنا متوترة، كنت أقول ليش الناس تتصل تقول أنا متوترة. ده لا خلاص ولا متوترة حاجة، إحنا بندردش مع بعض ما فيش أي حاجة. طيب أنت بتقولي أنا إنسانة حساسة، ولكن أيوه. كنت بحسبها بالمنطق وبعدين إيه. يعني الحين أنا للأسف أحس أنه بعد ما أخذ القرار أندم عليه. يعني أنا أخذ حد كان متزوج مثلا، يعني كانت الزواج تمرت عنده 3 شهور بس، وجاي من وراها طفل، وبعدين يعني خلاص صار الطفل الحين يعني مع أمه يعتبر. وأنا طبعا يعني قلت في الأول إن الموضوع يعني عادي وكذا، وخصوصا إنه خلاص يعني ما في تواصل بالمرة. بعدين الحين يعني صرت أحس إنه ما في مشاعر، ما في كلام بينك وبينه. يعني ما فيش مشاعر بينك وبينه؟ إيه، برغم إننا متفاهمين يعني أكثر، يعني في بيننا تفاهم، في بيننا تشابه، وأنا أصلاً كنت رافضة فكرة الزواج أصلاً يعني. لكن يعني ما أدري صراحة، أحس إنه. طيب بقالكوا قد إيه متجوزين؟ سنتين. سنتين، وبدأت الأمور تهدى ويبقى المشاعر قليلة بعد قد إيه من الجواز؟ هو شخص جاد حبة كده. يعني هو جدي مش بتاع هزار وضحك وكده؟ لا لا، هو بتاع هزار وكده، لكن هو يعني الناحية العاطفية كده جاد فيها أكتر. ده طول عمره كده؟ أتوقع. لكن أنا أصلا يعني أنا ما يعني دايما أقول أن أنا ما أريد كلام وحب وكده، لكن اهتمام، احتواء. لأني على طول أصلا أحس أنه أنا للأسف أكتر، يعني أكتر مشكلتي في العلاقة أني أفتقد الأمان. انت مش حاسه بالامان معاه؟ ايوه، يعني هذه اكتر مشاكل. طب ليه مش حاسه بالامان معاه؟ يعني حاسه ان هو ممكن مثلا في لحظه يسيبك ويمشي؟ انا اللي ممكن اعمل كده. يبقى مش حاسه بالامان ازاي؟ ده هو المفروض هو اللي ما يحسش بالامان. لا، انا احس انه انا ممكن اعمل كده بسبب يعني انه هو ما يفهمني مثلا، ما يحتويني كده، احس اني ممكن اياس. انت خايفه كده. انت خايفه لا تاخدي انت قرار وتمشي؟ ايوه. امل طيب. يعني هو عايش هنا في معاكي في مصر ولا انتوا عايشين في السعوديه سوا؟ لا، في مصر، يعني بين هنا وهناك. ما بين هنا وهناك. طيب هل مثلا قلقانه من ان علاقته بزوجته ترجع تاني القديمة بطليقته؟ لا خالص. لكن أنا أصلا ما حد من عائلتي كلها يعرف، يعني إلا غير الأب والأم، يعني ما حد يعرف أنه هو كان متزوج عنده طفل وكذا. فأنا هذا الموضوع برضو مهم عندي أنه ما حد يعرف، مع أن أنا مش شايف أن في مشكلة ولا في أزمة، وطالما اجتماعيا يعني كده بس. طيب تعالي اقول لك شويه حاجات لازم تحطيها في دماغك. ايوه. انت متجوزه واحد عنده طفل ومطلق، ده وان دل على شيء يدل على ان لازم علاقته بطليقته تفضل مستمره طول العمر، لان في بينهم طفل او في بينهم انسان، فهيبقى في كلام طبيعي جدا. الولد عايز يخش مدرسه، الولد محتاج كذا، محتاجين فلوس، ابعت مش عارف ايه،
الولد عيان فشوف لنا دكتور، فلازم يبقى في علاقه بيه، فانت لازم يبقى عندك قناعه كامله ان مفيش مشكله في ده. تمام. هو خلاص قرر انه يسيب الست دي وقرر يرتبط بيكي ويتجوزك، يعني هو بيحبك انت ومستمر معاكي. هو راجل لعبي بيحب يلعب بديله ويروح يمين؟ لا 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 اطلاقا. شوف انا كل الامور الاساسيه تمام. طيب. انا بس مشكلتي في انه يعني الحين يعني مؤخرا صار التفاهم مثلا الاحتواء كده. طيب ليه ما فكرتوش يبقى فيه طفل مثلا ولا لسه منتظرين؟ انا لا انا والله يا اخي خوفني الموضوع. ليه خوفك من ايه؟ ما ادري صراحه، يعني خاف انه يجي طفل وبعدين يعني ما اكمل مثلا. وبرضو خايفه من نفسك؟ ايوه. يعني انت ما عندكيش ثقه في نفسك؟ لا هو للاسف من كتر ثقتي في نفسي احس انه اخاف، يعني انه الاختيار يكون غلط، اخاف انه اندم بعدين كده. انا متعجب جدا للحاله بتاعتك. ليه؟ لانك ارتبطتي بانسان وحبيتيه وبتقولي احنا شبه بعض وهو راجل جميل ومحترم، وكون انك خدتي الخطوه انك ترتبطي بانسان وانت عارفه كمان ان هو مطلق وعنده ابن وموافقه على كل ده، وجريتي وسعيتي واتجوزتي وكل حاجه تمام، بعد ما اتجوزتي جبتي ورا خايفه. ايوه خايفه لا اسيبه وامشي، خايفه لا انا مشاعري تتغير واتطلق، خايفه. ليه محطه الوسواس ده مدمر لك حياتك؟ طيب كيف اتعامل اصلا يعني كيف؟ طالما الراجل كويس ومحترم ما بيخونكيش، بيعاملك كويس، بيعاملك بيراعي ربنا فيكي وكل حاجه تمام، مفيش داعي نفترض السيء ونقعد ننتظره وهو مش موجود، لان هينغص علينا حياتنا. ايوه مظبوط والله. طب ليه افترض السيء؟ طيب على فكره ممكن افتراض السيء وخوفك ده هو اللي مخليكي حاسه قوي ان هو مش مهتم ومش محتوي، لانك عماله تدوري في تفاصيل. انما لو عايشه طبيعي ما كنتيش قعدتي الدقايق في التفاصيل دي قوي، وكنتوا قررتوا تخرجوا وتتفسحوا وتهزروا وتضحكوا وكل حاجه تبقى تمام. انت عماله تحللي في اللي بيحصل في حياتك. ايوه والله صح مظبوط. وعماله تدرسيه، لا اصل في الموقف ده اصل هو مش مهتم، لا يكون مش مهتم، لا يكون هيهملني، لا يكون لا انا خايفه مشاعري تتغير وابعد، لا لا بلاش اخلف لحسن انا اتغير. ليه؟ ليه حاله الوسواس القهري اللي مسيطر على دماغك ده؟ والله هي فعلا يعني انا حتى ما ادري كيف اتخلص منها، يعني انه حتى يعني تمنع، يعني احس الموضوع يمنع حتى اني افكر بالخلفه. بص يا بنت الناس، في حاجة اسمها مايندسيت، يعني طريقة التفكير بتاعك. انت المايندسيت بتاعك مظبوط، يعني عقلك مظبوط على ان انا اوسوس او ان انا اخاف او ان انا اتردد او ان انا اقلق او ان انا اعمل مليون حساب او ان انا احلل. اوكي، لازم نغير المايندسيت ده، نفكر باسلوب ايجابي. انا متجوزة وعندي راجل وحياتي قدامي وممكن يبقى عندي اطفال ويبقوا سعداء ونعيش حياة سعيدة وأيامنا اللي جاية كلها حلوة والراجل بيحترمني وبيحبني وكل حاجة، بس هو مش من النوع اللي بيقعد يطبطب ويلطف ويقول بحبك وبدوب في دباديبك والكلام ده. هو طبيعي، مش كل الناس زي بعض. طيب أيهما أفضل، يقولك بدوب في دباديبك وبيقولها المليون واحدة ست تانية، ولا يكون أساسا مش من النوع اللي بيعرف يقول بدوب في دباديبك وهو عايش معاك انت بس؟ ايه صحيح، لكن انا مثلا اقول انه في اوقات كذا يكون الوضع يستاهل، يعني يستاهل تطيب خاطر، خصوصا انه انا انسانه حساسه، يعني يستاهل تطيب خاطر، يستاهل احتواء مثلا، خصوصا اذا كان مثلا انا الحين بس ما فيش حد من اهلي عندي كذا. طيب بصي، الفرق ان انتوا مش زي بعض، دي المشكله. انت انسانه بتاخدي الامور بحساسيه وبتاخدي الامور على مشاعرك وبتاخدي الامور بالشكل ده، وهو انسان عملي وبتاع شغل وجد. ايوه. لو انتوا الاثنين كنتوا حساسين قوي وحبوبين قوي ولطاف قوي، هتكونوا انتوا الاثنين ملزقين قوي، لا تطاقوا انتوا الاثنين. ولو انتوا الاثنين عمليين قوي وجديين قوي، هيبقى يقول لك يا دكتوره وانت تقولي له يا باشمهندس في البيت.
مظبوط. الخلاف والفرق اللي ما بينكم ده اللي مخلي للدنيا طعم. وبعد كده يا ستي انت عارفة من جواك ان جوزك بيحبك وكل حاجة، بس ما بيعرفش يتكلم. انت حساسة، اسمعي مزجتك، اسمعي اغانيكي، غني، انبسطي، دلعي بيتك، عيشي. هو برضو عايز يشوف مراته دي فراشة في البيت كده فرحانة يعني. والله بسوي كده، لكن يعني ساعات اقول يعني احتاج تفاعل مثلا من الطرف الثاني. محتاجة ردود فعل تبقى قوية. ايوه. وما بتلاقيش منه يعني، بتلاقيه على جنبك زي الخشبة في البيت، ما بيقولش كلام حلو. والله انا ما اريد كلام حلو اصلا يعني، أنا الموضوع كل يعني مشاركة، بس مشاركة. هو صراحة يعني على طول يكون معي اصلا، نطلع سوا كله سوا، ويمكن انا بتعلق بالاشخاص بسرعة اصلا كمان. طب انت عندك مشكلة معاه في العلاقة الحميمية؟ لا لا خالص. وهو اثناء العلاقة الحميمية بيبقى انسان كويس؟ ايوه. ما بيبقاش جاف ولا وحش ولا اي حاجة؟ لا. طيب انت بس كل مشكلتك ان انت عندك حالة رعب وخوف، ويمكن بتزيد عليكي اكتر علشان انت متغربة. ايوه مظبوط. لازم تقنعي نفسك انك في بلدك، بلد جوزك دي بلدك، وان انت عايشة وسط الناس، ويكون لك صداقات وعلاقات وصحبات وجيران وحياة كاملة، فلك كامل تلف فيه. ما تبقاش حياتك كلها متركزة في ان جوزك ده هو الفلك اللي انت عمالة تلف حواليه وتدوري حواليه، وعمالة تحلليه وتحللي مشاعرك وتحللي افكارك ما تعيشيش في الدوامة دي، لانك مش هتعرفي تخرجي منها خالص. سيبي نفسك للدنيا تحركك، استمتعي بالدنيا حواليك، وقوليله قولي له يا اخي انت ايه قاعده مع خشبه، ما تهزر وتاخد وتدي معاه في الكلام، فين ما فيش بحبك، فين الكلام بتاع زمان، هزري كده معاه. الرجاله بتحب على فكره كده، وعمرك ما هتهزري معاه وهو راجل محترم وبيحبك وكل حاجه، وهتلاقيه خشبه معاكي، هتلاقيه برضه بيبتسم وبيهزر وبيضحك، وهتلاقي الدنيا بتبتدي تمشي. انزعي الخوف اللي في قلبك وارمي حمولك على ربنا، وقولي له يا رب انا هبص لقدام مش هبص لورا، ومش وهتيب اموري كلها في ايدك، انت اللي تتصرف وتدبر فيها. كلما اتذكر الايام الخوالي، ايقن انها لم تكن خوالي على الاطلاق، بل كانت كهيكل عظمي خالي من اي لحم ودم ودسم. لسه بنتكلم في الحب، وحلقتنا النهارده بنتكلم فيها عن الدون جوان. تليفوناتنا 3-8-3-5-0-22، والواتساب على 0-155-955-1006. معكم على الهواء أسامة منير وابو سفيان على 106.10 نجوم فام. السعادة أحيانا رسالة تأتيك من غير انتظار، سؤال عن حالك من أحد لم لا تتوقع كلمة جميلة منه، عودة غائب وشخص تعلم جيدا أنه سيبقى إلى جانبك دوما من ميدو نوفل. للمرة الألف الدنيا تثبت لي أن الإفراط في العطاء لا يحق، لا يخلق أشخاص مخلصة بل أنانية من هاجر. لا يا هاجر، مش بس كده، ممكن يخلق كمان فكر معين أن أنت هبلة، أو أن أنت يعني، أو أن ده حق مكتسب، حاجات كتير قوي يعني. صباحك فل يا بروفيسور الحب، لا يسأل عنك إلا من يفتقدك، ولا يفتقدك إلا من يحبك حقا، من سامح. نصيحة لوجه الله، لا تترك صلاتك مهما كانت ذنوبك، من العالمي. إياك أن تعاتب من هنت عليه، فلا عتاب لمن استباح أذيتك. والله صباح الفل يا دكتور، كنت عايز اقول لحبيبة قلبي كركورة انا بحبك قوي قوي وبموت فيكي. كركورة دي فكرتني بكريم محمود عبد العزيز في المسلسل اللي كان اسمه كراكيري. والله كان مسلسل جميل، تخيل. انا بحب الشخص ده يعني، كريم محمود عبد العزيز، بحس يا اخي سبحان الله يعني ربنا يعني خلق اللي يحيي محمود عبد العزيز ذكرى تاني، لان
اداء ونسخ محمود عبد العزيز قدامي، انا ببقى مستمتع وانا بتفرج على محمود عبد العزيز صغير. وتحيه للفنان الجميل كريم محمود عبد العزيز. هو من الواضح كده ان كلمه كريم عبد العزيز الجمله دي على بعضها فيها نجوميه، يعني في كريم عبد العزيز الكبير ده نجم كبير طبعا وانا بعشقه الراجل الجميل ده، وكريم محمود عبد العزيز. احلى مسا عليك يا امير رومانسيه، ابعت لي سلام لاولاد عمر او لاولادي عمر ورؤية، ومفيش احلى من حب ام العيال طبعا من محمود بيبو عمر. ربنا يخليهم لك يا رب ويفرح قلبك. احلى هدايا الله هي القدرة على البدء من جديد. اه والله يا هبة صح، والله معد علينا ايام خوالي كلهم مسؤولية وتعب. في برضو احنا صغارين كان في شوية حاجات يعني كده. أحب أهني زوجتي العزيزة بمناسبة عيد زواجنا الأول، وأقول لها بحبك في كل وقت وحين. يوم زواجنا 1/6/2023، وأقول لها كل عام وانتي بألف خير وتكوني معايا لآخر العمر، ولو رجع معايا الزمان ألف مرة أختارها الألف مرة بحبك يا زوجتي. بس يا ريتك كنت قلت اسمك. استنى في فوق في الواتساب محمد بريسي حاجة كده، أنا محمد، وبيقول أنا محمد. صباح الخير، صباح الجمال عليك يا نجم. على فكرة أنا بحبك قوي ومبسوط بالحلقة جدا. أنا محمد فايز من البحيرة، وبالنسبة للرجالة الدنجوان بس يكون مع مراته هو ده الدنجوان. وأحب أقول لمراتي من خلالك أنا بحبها جدا، وربنا يدمها في حياتي وما يحرمني منها ابدا، علشان هي السند الوحيد اللي ليا، وكمان علشان انا عيد ميلادي النهارده وهي اول حد افتكرني وكان نفسي اكون معاها، بس هي اكيد هتسامحني. بحبك ايه، وشكرا ليك يا اسامه. ربنا يعني يسعدكم ويخليكم لبعض. ممكن تقرا رسالتي للاخر. انا شاب عندي 35 سنه، اتجوزت جواز صالونات. البدايه كانت حلوه جدا، وبعد سنتين بدا النكد بسبب حماتي، وانا يعلم ربنا استحملت كتير قوي لحد ما وصلنا للمحاكم. وحماية عاوز مني مبلغ كبير وانا مش معايا، ودلوقتي مش عارف اعمل ايه، وشكرا لحضرتك. لا مش عارف اقولك ايه، يعني ايه اللي وصلكوا كده لمحاكم؟ يعني كان ممكن انت تحتوي المشاكل، ولو حتى حماتك عملت اللي انت بالعقل كنت ظبطت مراتك وظبطت دماغ مراتك وكنتوا ظبطتوا حياتكم. انا دلوقتي طبعا انت الحدوته بقى، طالما فيها بقى نفقه وفلوس وبتاع، انت كده لازم هتدفعهم يا معلم. هتعمل ايه؟ دي محكمه ما فيهاش هزار. ليه دايما البدايات حلوه ومش بتفضل مشاعرنا زي ما هي؟ وازاي احصل على السلام الداخلي؟ من ساره. ساره، البدايات لازم تبقى حلوه، ما في حاجه اسمها حلاوه البدايات. بعد كده بنتعود، كل ما بيكون فيه جديد أول بأول بترجع الحلاوة تاني. ده وضع طبيعي في حياتنا، فلازم نشتغل على أن يكون فيه جديد في حياتنا. لازم يكون فيه في حياتك هدف وأمل بتسعي علشان تحققيه، علشان التحدي ده بيخلق حلاوة. دي أول حاجة. ربنا لما خلقنا صغيرين بنكبر بنحب بنخطب بنتجوز بنخلف بنربي بنكبر بنفرح بتخرجهم بنجوزهم بنفرح بعيالهم، في تطور وضع طبيعي لحد ما بنموت. فلازم يكون في جديد. اما بقى عن السلام الداخلي، السلام الداخلي ده لن تحصلي عليه الا في وجود علاقه كامله مع ربنا سبحانه وتعالى. علاقه كامله. الحدوته ليست فروض صلاه وليست صيام وليست، لا خالص، كل دي حاجات جميلة جدا واحنا بنعملها والناس كلها بتعملها، لان ده مفروض، ده فرض عليك. انما العلاقة مع ربنا سبحانه وتعالى ان يكون في كلام مع ربنا، يكون في سؤال لربنا، يكون في انتظار ردود من ربنا، يكون في اعتماد على ربنا، يكون في مشاركة لربنا في حياتنا. لما تنزلي الصبح وانت نازلة قولي له انا نازلة بقى دلوقتي اهو، إيه خليك بقى معايا، انا رايح المشوار الفلاني لحد ما ترجعي. انا شكرا المشوار عدى،
شفت يا رب حصل فيا ايه، شفت يا رب علاقة مع ربنا، ده هيعطيكي سلام داخلي هام جدا. خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو. الو. ايوه. صباح الخير. صباح النور. ازاي حضرتك؟ الحمد لله تمام. ازيك؟ الحمد لله. اتعرف بيكي؟ حضرتك انا طبعا انا مع حضرتك. بص انا ما كنتش اقول اسمي. ما تقوليش. مش عايزه تقولي اسمك. انا مش حابه اكذب. انا مش حابه اكذب يعني. لا ما فيهاش كذب، انت مش هتقولي اسمك، مش قضيه. مع حضرتك مدام سناء. اهلا بيكي يا مدام سناء. اهلا حضرتك. على فكره انت يمكن مش هتصدقني لو قلت لك انا من وانا في اولى اعدادي بسمع حضرتك. ربنا يخليكي، دي حاجه تفرحني جدا. اقسم بالله من وانا في اولى اعدادي. دي حاجه يعني تفرح. دلوقتي عندي 28 سنه. لسه صغنطوطه برضو، لسه صغيره، لسه صغيره. يا اهلا بيك يا سناء. سناء انت متجوزه بقالك قد ايه؟ سنه ونص. لسه عروسه جديده يعني. ربنا رزقك باولاد. الحمد لله معايا طفل. ربنا يخليه لك. طب احكي لي الحكايه، انا تحت امرك. حضرتك انا عايزه اقول لك انا كل يوم بيعدي عليا يعني الله اعلم احنا ما نعرفش النار اللي ربنا قال لنا عليها دي شكلها ايه. انا كل يوم بحس ان انا ما بقاش عايزه اصحى من النوم اصلا. ليه ايه اللي بيوصلك للاحساس ده؟ حضرتك انا والدي الله يرحمه واخويا اتوفوا الاثنين في حادثه مع بعض مره واحده يعني. بقى لله. ربنا يخليك يا رب. ففضل لي اخ واخت، هم انا وحيده، هم مش اخواتي مش شقق يعني. اخويا الكبير ده بعد ما اخويا توفى حب ان هو يتجوز مراته وقال ده عشان الم الشمل وكده، حب ان هو يخلص مني. تمام. انا كنت عايشه معاه متبهدله جدا جدا، محبوسه ومتبهدله جدا يعني. المهم فضلت مستحمله وكده، وكنت بشوف يعني مامتي الله يرحمها كانت بتعمل ايه، فكنت بعمل زيها. استحملت اخويا لغايه ما جه واحد يعني صاحب البيت اللي هو فيه. الموضوع مصلحه عشان ما يقطعش العقد بتاع الشقه بتاع اخويا الله يرحمه ويطلعه من الشقه هو ومراته. فقام طلب ايدي ساعتها وقال له ده انا بقالي كتير كنت بكلم اخوك عليها واخوك ما كانش راضي وكده. المهم اخويا غصب عليا جدا ووافق. انا ما كنتش فاهمه حاجه بقى، انا كنت في صدمه جدا من يعني من حاله الوفاه بتاعت بابا وكده. وما كانش يعني ما كانش ليا عمام ولا اي حد يجي يقول لي لا ما ينفعش او يتكلم معايا. فالمهم اخويا وافق وخلاني اتجوزته. ده للاسف يعني راجل كبير قد بابايا. في فرق في سن كبير ما بينكم. جدا جدا. اتجوزته وقلت له انا ما عنديش مانع، انا مش عايزه اي حاجه حلوه، انا كل اللي انا عايزاه. المهم وافقت واتجوزت وكده والدنيا عدت الحمد لله. وقلت خلاص ما فيش مشكله، قلت له انا مش عايزه اطلب منك غير حاجه واحده، اعتبرني انا في سن ولادك، اعتبرني ان انا قد ولادك وخليني بنتك وحبيبتك واختك ومامتك وكل حاجه. جميل. يعني ما فيش اكتر من كده تفاهم يعني. انت الزوجه الثانيه؟ ده انا الخامسه. يا خبر ابيض. تخيل حضرتك وانا ما كنتش اعرف. ما كنتيش تعرفي؟ طب في من كام واحده على ذمته؟ لا ولا واحده يا اول واحده مامت اولاده الاولانيه خالص ماتت توفت. والله يرحمها يعني. والمهم اتجوز كذا واحده بعد كده، ما كنتش عارف ان هو يعني وحش جدا، طبعا وحش جدا. دخيل جدا 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 فوق ما حضرتك تتوقع. مع ان ربنا مديله كتير قوي. اتكلمت معاه اكتر من مره وقلت له حرام عليك كده، بلاش، انا مش طالبه منك اي حاجه، انا مش عايزه منك اي حاجه، اصرف على ابنك. تخيل حضرتك لو اتخانقنا في يوم او حصل بينا مشكله، يعني انا بقالي شهر كده متخانقه انا وهو، ضربني وفضل يضرب فيا حضرتك لغايه ما خلاني زدت عن الوعي. فقت لقيتني ماسكه السكينه وبقول له انا هموتك. يا خبر ابيض. والله اقسم بالله وكنت فعلا هموته. ليه؟ ان هو لحق نفسه ووقع السكينه من ايدي وطلع يجري. من ساعتها ما بيطلعليش الشقه خالص الا لو هطلع اكل للولد حاجه بسيطه وينزل، مش راضي يصرف عليا. كانها ما صدق يعني. كلمت معاه وحاولت اتكلم معاه اكتر من مره، قال لي انا انت مالكيش عندي حاجه وانا مش هصرف عليكي وكده. قلت له طيب انا لسه على ذمتك.
المهم ما لقيت ما فيش فايده، كلمت اخويا وقلت له الحقني، وقعدت عيط وقلت له انا اساسا مريضه من زمان قوي. مريضه بايه؟ بتعالج من حاجه في المخ كده، حدث الكهرباء زياده وصرع وكده، فاللي هو ليه ظروفي الخاصه كمان، حالتي النفسيه والكلام ده انا مش بستحمل. المهم بس فحاولت اتكلم معاه كذا مره ما لقيت ما فيش فايده. قال لي هات لي اي حد من اهلك، ده لو كان عندك اهل اصلا وغلط فيا وهني وبهدني. كلمت اخويا وحاولت قلت له والنبي تعالى اقعد معاه واتكلم معاه وكده، انا حياتي من بهدله كده ومش عارفه انا اعيش كده. بس انا اعتقد ان هو كده بدا يخاف منك. ما هو فعلا حضرتك على فكره، حضرتك بسم الله ما شاء الله على حضرتك، حضرتك بتفهم جدا. يعني هو خاف بقى، قال لك انا ضربتها وبتاع، وبعدين فوجئت دي ممكن تعمل فيها مصيبه. فلم نفسه وهرب وبعد كده او اعمل فيه اي حاجه. طيب خلاص قلت له طلقني، وانا والله ما عايزه، انت سبق وسرقت الذهب بتاعي سكتي ومش قلت لي مش هديها لك، واتظلمت جدا 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 فوق ما حضرتك تتوقع. اتظلمت منه جدا وقلت مش مشكله عشان خاطر ابني، لاني انا اخويا مش يعني. انت حاليا وضعك انك قاعده في البيت ما بيصرفش عليك؟ مش راضي يصرف عليا. حاولت كذا مره اتكلم معاه وقلت له لقيت شغل وهنزل شغل جنب البيت على طول وهودي الولد حضانه، قلت له ادفع بس اول شهر الولد وانا بعد بعد كده كل شهر. قال لي لا مش هينفع، وهو ده اللي عندي وبرده ما رضيش. حاولت اتفاهم مع اخويا ان هو يجي يحل المشكله، برضو اخويا مش راضي، لان اخويا ليه مصلحه معاه. بس ما فيش فايده، برضو اخويا مش راضي. يعني انت معلقه دلوقتي، بتصرفي منين طيب؟ بتاكلي وتشربي ازاي؟ والله بص حضرتك، الكلمه دي اللي انا لسه قايلها له، قلت له انت لو كنت راجل كنت بقالك شهر حتى ما فكرتش تسالني انا باكل وبشرب منين. انا الناس حواليا ناس قرايب والدي الله يرحمه واصحابه، ممكن ان هم يعرفوني وعارفين المشكله اللي انا حاولت ادخلهم في الموضوع عشان يحلوه لي هم، وخايفين من اخويا الكبير ده. يعني لا منه راضي يحل لي المشكله عشان خايف لا هو يطرده من الشقه، ولا منه بيعمل اي حاجه، ولا عايز حد يتدخل لي في الموضوع. وهم الناس دي اللي بتبعت لك اكلك وشربك؟ بتبعت لي فلوس واكل وشرب، ورغم ان هو ما يعرفش، لكن هو يعني بص حضرتك يعني هو كده سايبها كده بقى تيجي زي ما تيجي. كلمت اخويا كذا مره وقلت له انا ابني اللي متبهدل في النص، حرام عليك يعني، خليني انفصل عنه. هو قال لي انا مش هسيبك تنفصلي، انا ممكن اطلقك دلوقتي بس في حاله ان انت تنزلي على القايمه. يعني بمعنى اصح مش عايز يطلع هو اللي خسران. كلمت اخويا قال لي لا مش هديكي القايمه ومش هديكي اي ورق ولا اي حاجه، طب تعالى حل المشكله برضو مفيش فايده. اتحيلت على جوزي تاني وحاولت اتكلم معاه، حرام عليك ابوس ايدك يعني ما ينفعش اللي احنا فيه ده، وعشان خاطر ابنك الولد انت ما بتاكلوش بقالك شهر، والله العظيم والله انت طب اخوكي ما بيبعتلكيش فلوس حتى تاكلي وتشربي؟ اقسم بالله بالعكس، ده المعاش بتاع والدي بياخده بتاعي، الحاجات الايجارات بتاعت املاك بابايا وكده بياخدها، ما بيبعتليش منها اي حاجه اصلا. مع اني كلمته اكتر من مره وقلت له انا جوزي بخيل وكده وبحتاج فلوس. طيب بقول لك ايه، ما تشوفي الناس اللي هم قرايبك او اصحاب ابوكي؟ انا لفيت المنطقه اللي انا فيها حتى لدرجه ان انا رحت للشيوخ. لا يعني الناس اللي هم اللي بيبعتوا لك دول، والناس اللي هم اصدقاء والدك دول، اخويا مش راضي ان هم يتدخلوا في الموضوع. لا مش هيتدخلوا بقى، ده هيشوف محامي لحضرتك، المحامي ده يجيب لك نفقتك، والمحامي ده يجيب لك ايجارات املاكك، المحامي ده يساعدك تقبضي معاش والدك اللي هو بعدين اخوكي بيقبض معاش والدك اللي هو ليكي ازاي وانت متجوزه؟ ده كان قبل الجواز، الكلام ده قبل الجواز. خلاص يجيب لك على الاقل حقوقك ويجيب لك حاجتك وحقوقك من جوزك وحقوقك من اخوكي. مش راضي ان هو يساعدني في اي حاجه يا ستي. في حاجه اسمها قانون في ولا اي حاجه، في قانون في البلد، في قانون لو في محامي معاكي هيقدر يجيب لك كل حقوقك، وانت طالما عرفتي السكه ان ده خاف التاني هيخاف، وفي صنف كده يخاف ما يختشيش. ايوه بالظبط. فمن الواضح ان اللي فوق خاف، واللي فوق اللي هو جوزك ده لو ما بعتلكيش حاجه قولي له طيب خليك فاكر انك عملت كده عشان بعد كده
والله العظيم قلت زي ما حضرتك بتقول. انا قلت لدرجة ان انا لسه من يومين طلعت عم صوري في الشارع وزعقت وانا منتقبة، قلعت النقاب في الشارع وقعدت اصوت وقعدت اعيط. لا هو هو ما ينفعوش واحده بتعيط وبتصوت، ينفع واحده بتقول له ايه خلي بالك عشان انا زعلي. انا حاسه ان انا ضعيفه حضرتك. لا ما انت مش ضعيفه بقى، ما انت باين عليا جدا، مش عارفه بيعملوا معايا كده ليه. ما انت كده باينه انك مش ضعيفه، خلاص قولي له عشان هزعلك، فمفيش داعي ازعلك، خليك كويس، ابعت فلوس لابنك وش كده، هو هيقعد يفكر انت ممكن تزعليه ازاي. ما في ناس كده مع الاسف زي بيقولوا كده، ناس تخاف ما تختشيش. بس اللي انا مستعجب له يعني، طب حتى اخوك ده يبعت لك لقمه تاكليها. والله اقسم بالله بالعكس ابدا. وبعدين حضرتك انا عايزه، انا يعني اللي مخليني بتكلم مع حضرتك او عايزه اسالك ان انا مش عايزه احس في يوم ان انا ظلمته. انا مش شايفه اي قابلت بينا انا وجوزي ده. مش الفكره ظلمتيه، فكره راجل ضربك حضرتك في كل حاجه، في كل حاجه، هو ما فيش بيني وبينه اي، في كل حاجه. انا خلاص لقيت ان احنا جبنا بيبي وخلاص، وقلت خلاص هستحمل اي حاجه عشان خاطره. أيوة. لقيته لما لقاني انا بعمل كده وبقول خلاص هستحمل، بقى ايده طولت عليا، بقى يضربني حضرتك بطريقه ما تتوقعها. انا لدرجه ان هو المشكله دي لما ضربني من شهر، لا رحت المستشفى، الدكتوره اللي في المستشفى قالت لي انا هديكي ورقه وروحي اعملي محضر بيها. هو خلاص كده مش هيقدر يضربك تاني، هو عارف اللي فيها، مش هيقدر يضربك تاني، وانت عملتي له فيها مجنونه فمش هيقدر يضربك تاني. فهي دلوقتي القضيه ان احنا نكمل بقى دور المجنونه ده عشان ناخد حقوقنا، بس بالعقل يعني، مش عايزين نولع الدنيا، وتشوفي محامي يجيب لك حقوقك من اخوكي، لان ده حقك الشرعي اللي ربنا سبحانه وتعالى كتبه لك، لازم تاخديه بالعافيه بالذوق، هتاخدي حقك. لان في ناس بقول لك كده تخاف ما تختشيش، ما تختشيش يعني ما بتتكسفش على دمها، انما تخاف، فدول مش هينفع معاهم الا الطريقه دي، انك تمشي ومحامي ويظبط لك الدنيا وكل حاجه تبقى تمام باذن الله. الله يعينك، انا بجد يعني بستعجب من انماط البشر والعقليات يعني ما فيش رحمه، ما فيش انسانيه، ما فيش ده ضناه ابنه اللي هو ما بيعطلوش اكل ده، يا نهار اسود، انا مش عارف ازاي كده. ولما الحزن على ما مضى طالما القادم في علم الغيب، وربما يكون عوضا صالحا عما مضى. حي القادم في علم الغيب، بس في ناس بتفضل حزينة وزعلانة وشايلة هم الدنيا كلها فوق دماغها على حاجات فاتت. طب ما اللي فات مات، احنا ولاد النهاردة، واللي جاي بتاع ربنا، واللي ربنا هيجيبه ده ممكن يكون فيه عوض جامد جدا عن كل اللي فات وكل التعب وكل الألم. ليه بنقعد نبكي على اللبن المسكوب؟ هو من امتى كيس لبن اتكسر اتفتح، او كوباية لبن وقعت على الارض وبهدلت في التراب ينفع نلمها ونشربها؟ ما ينفعش، وما ينفعش اقعد اعيط عليها، خلاص اللي راح راح انتهت، نبص لقدام ما نبصش لورا. خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو. الو. ايوه. صباح الخير. صباح النور. ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام، ازيك؟ الحمد لله، نشكر ربنا عن كل حي، الحمد لله. الحمد لله. اتعرف بيكي؟ انا اسماء من اسكندريه. اهلا بيكي يا اسماء. عمري 36 سنه. والله قصه باختصار عشان ما اقطعش عن حضرتك وعن جمهور الكرام المستمعين لحضرتك، احنا بنعزك جدا. ربنا يخليكي، ربنا يخليكي يا اسماء، اتفضلي. هو انا يعني هو والدتي متوفيه من سنه. بقاء لله. نعم بالله، ربنا يرحمه يا رب. انا عندي اربع اخوات غيري. كلهم كانوا متجوزين في بيتهم يعني في وقت يعني تعبها. انا كنت دايما مصطحباها في كل رحله التعب والدكاتره، وكنت بسمع كلام صادم جدا يعني من الدكاتره ان مرضها ملوش عليك، ان هو يعني وقته خلاص وحاول يشبع من وجودها، وحاول يعني على قدر الامكان يعني ان احنا ما نحرمهاش من حاجه. هي بصراحه يعني طول حياتها معانا كانت ست فاضله وام فاضله جدا جدا لكل اللي حواليها، كانت معطاه جدا يعني. ف
أنا بصراحة ما دخلتش عليها بحياتي، إن أنا ما تجوزتش وضلت قاعدة معيها طول حياتها وطلعت ماما مشتتك في يوم من الأيام. هو كان عكس رغبتها كأم دايما، بس ودي كان مطمنها يعني، هي دايما كانت عايزة تفرح بيا، بس كان في تناقض يعني بين إن أنا أسيبها وبين إن أنا يعني أتجوز وأشوف حياتي زي أخواتي. بس أنا بصراحة كنت بفضل إن أنا يعني أفضل معيها، وكان عندي حق يعني إنه دعواتها وكل الحاجات الكويسة اللي عملتها معاها في حياتها هي اللي بقية لي. بس أنا عندي يعني موضوع مقرقني جدا جدا، يعني سألت فيه شيوخ كتير وأفادوني، بس نفسيا يعني الموضوع بالنسبة لي نفسيا مأثر عليا جدا. يعني إن أنا كنت أصدمها وأقول لها إن تعبك ملهوش علاج، أو إن دي يعني دي آخر أيامك في الحياة، وكان شيء صادم وصعب. يعني أنا نفسي كنت يعني مش قادرة استوعب كلام الدكاترة، فكنت بأخفي بكل ما يمكن، حتى يعني في المتابعة مع الممرضين في العيادات والمستشفيات كنت عاملة رسالة على تليفوني وكتباها، وأي مكان كنا بنروح كنت بوريه للدكتور الأول، أرجوك يا دكتور ما تقولهاش طبيعة مرضها إيه. هي كان عندها سرطان في البنكرياس، كان مرحلة رابعة يعني، ما اكتشفناهوش غير متأخر يعني. يعني أنت كل حزنك وتعبك إنك ما قلتلهاش. بالظبط. طب أنت لو كنت قلتلها كانت هتعمل إيه؟ مش عارف. ده اللي تعبني، ان انا مش قادر اقترح. طيب هقول لك، تعالي بس واحده 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 واحده. تعالي نفترض بقى ان احنا انك كنتي قلت لها ان انت يا ماما كده دي اخر ايامك وانت هتموتي، هل هي كان هيكون في ايديها اي حاجه تعملها تخف بيها؟ مش مسألة ان هي تخف، مسألة ان هي كانت ممكن يعني حرمتها، ان هي ممكن تكون كانت عايزة تاخد قرار في حاجة، كانت عايزة تعمل وصايا. الحقيقة ما ظلمتش حد يعني، هي اصلا كل ممتلكاتها وكل حاجتها كانت كتباها لنا يعني. يعني هي مظبطة كل حاجة جدا جدا. خلاص تعالي بس نحسب الحسبة، هي النهاردة لو كنت قلت لها يا ماما انت هتموتي، هل كنت هتسعديها بالكلام ده؟ اطلاقا. كنت هتألميها ألم ما بعده ألم مضاعف، وكنت بحس ان انا طيب. هيضاعف، وكان ممكن اساسا تخلصي عليها بدري. بس هي دايما كانت بتقول لي قولي لي انا عندي ايه. كل انسان في الدنيا بيقول كده. انا والدتي الله يرحمها كانت تقول لك انتوا مخبيين عليا ان انا عندي حاجه، ونحلف لها ان ما عندهاش حاجه، يعني ما عندهاش المرض، ما عندهاش سرطان، ما عندهاش حاجه زي كده. اوكي. وتوفت وتعبت والموضوع خلص. والدي الله يرحمه كان بيسالني يا ابني الدكتور قال لك ايه؟ قلت له يا بابا باذن الله هنبقى كويسين وهنعمل عمليه وهنخف، وانا عارف ان نسبه نجاح العمليه ضعيفه. ربنا يرحمه. بس انا كان همي ان انا ما اقول لك حاجه اسوأ بقى، انا ما قلتلوش ان اخوه مات قبليها باسبوع. علشان ما يتعبش وقلبه يتعب وهو داخل يعمل عملية في القلب ويموت قبل العملية. ولما توفى قلت له دلوقتي انتوا هتقابلوا بعض فوق، هتعرفوا ان انتوا سوري بقى معلش. مش دي الحاجات اللي على فكرة ما تشيليش ذنب زي ده. اقولك على حاجة حلوة قوي. لا. انت عملتي اللي ما فيش حد في اخواتك عمله. تحية. انت ضحيتي بهناكي وسعادتك وجوازك ومستقبلك علشان امك. اوكي. وده على فكره غلط، كان ممكن تتجوزي وكل حاجه وتبرضه تفضلي مراعيها، بس انت اصريتي انك ما تاخديش اي خطوه في حياتك ارضاء لضميرك في عنايتك بامك. انت ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك كرم ما بعده كرم. الحمد لله. بس والله هم كمان كانوا كويسين جدا معايا، كانوا برين بيها، بس أيوة. كنتش بحب اشغلهم عن بيتهم واولادهم يتاثروا. بس انت اللي كنت شايله الهم كله. بالظبط. مش واكبر من انه هم مسؤوليه قرار ان هي تاخد كيماوي او ما تاخدش كيماوي، ان هو تحصيل حاصل، ان هو ما كانش هيفيد بعمرها حاجه، بالعكس كان هيزيها وكان هيشوهها وما كانش هيطيل في عمرها ولا كان هيعيش فيها، لانه السرطان كان متمكن من الجهاز الهضمي كله، كان بدا ينتشر في الكبد وفي الغدد. بص يا بنت الناس، ما كانش فيه عليك. انت عملتي اللي خلص ضميرك قدام ربنا سبحانه وتعالى، ورعيتي امك وشلتيها في عينيكي. ما تقعديش تجلدي نفسك على حاجه انت مش بايديكي، لان السرطان ده مرض
ربنا سبحانه وتعالى بيسمح بيه علشان يجرب البني آدم. وكلنا في يوم من الأيام هنمشي أيا كان بقى بسرطان من غير سرطان، بنمشي بأمر ربنا سبحانه وتعالى. بس فما تحطيش في دماغك، وابتدي بقى بصي لحياتك بنظرة إيجابية شوية أرجوكي. من الحمد لله كويسه، بس انا كل ما افتكر طب هل هي كانت لو عرفت كانت عايزه تاخد قرار في حاجه، عايزه تعمل حاجه؟ ابدا. انت هي لو عرفت كان زمانها كانت تعبت وكانت نفسيتها اتدمرت. كنت موتها وهي حيه، اني كنت انهيت اللي باقي من عمرها. وبالعكس اديك انت اللي بتجاوبي على نفسك. متماسكه، كانت متماسكه جدا طول ما هي عارفه ان في شفاء وانه مجرد التهابات في البنكرياس وهتخف. كانت متماسكه، يعني حتى الدكاتره كانوا بيستغربوا من العلامات الحيويه بتاعتها ازاي على رجليها لحد دلوقتي. اسوأ شيء في الوجود ان الانسان نفسيته تتحطم، وان الانسان يبقى متدمر، يبقى الإنسان يائس ما عندوش أمل في حاجة، يبقى الإنسان ضايع وحاسس إنه خلاص بيموت وحالة الرعب وهو منتظر الموت. أنت عافيتي عن أمك في كل الحاجات دي. والله العظيم هو ده كان كل همي، إن أنا ما شوفهاش وهي بتعد أيامها وبتعد لحظاتها. والله ما كانش أي حاجة قدامي غير اللحظة دي بس. بصي، لو كنت أقدر أخد التعب منها وديها من أعضاء السليمة كنت عامل. وبالفعل سألت ربنا، قالوا لي مستحيل. ربنا يرضيكي ويكتب لك كل خير. انت عملتي صح وعملتي اللي فيه مصلحة لوالدتك، وهي دلوقتي في دار الحق عند ربنا سبحانه وتعالى، وانت تطلب لها الرحمة وتدعي لها دايما وتفتكريها بالخير، وتفتكري نصايحها ليكي، وتفتكري محبتها ليكي، وتفتكري وقفتك معاها، وتفتكري ايامك الحلوة دي كلها، وما تشيليش في نفسك بقى كفاية. بصي لقدام وبصي لنفسك، العمر لسه قدامك والحياة لسه قدامك، ولسه في بدل الفرصة ألف فرصة نرتبط ونتجوز ونخلف ونعيش. انت لسه صغيرة في ايدك كل ده، وسيبي امورك كلها على ربنا سبحانه وتعالى وهو يقف معك. عن جمايل نفسه الدون جوان، هذا الرجل الرجل اللذيذ الدون جوان. كان موضوع حلقتنا النهاردة ولا داعي للكلام أكتر من كده عن الدون جوان عشان في ناس هتزعل، ولكن ياريت كل واحد يبتدي يفوق لنفسه علشان ما يخربش بيته وما يخربش حياته، ومش بس كده ما يبقاش شكله وحش قدام الناس. هو بيبقى متخيل ان هو فت، يعني مع ان مليون عين حواليه شايفاه حاجة رخيصة قوي، فما فيش داعي يبقى شكلك رخيص كده وترخص نفسك قدام الدنيا كلها.